من أركان العمرة والحج السعي بين الصفا والمروة. الصفا هذه التلة الصغيرة في الحقيقة طرف جبل أبي قبيس، والمروة على الجهة الأخرى هي طرف جبل آخر يسمى قعيطعان، وهما الأخشبان حيث تقع مكة بين هذين الجبلين، الذي قال الملك للنبي عليه الصلاة والسلام: دعني أطبق عليهم، أي أهل مكة، الأخشبين. فهما طرف الجبلين أبي قبيس وقعيطعان، ويجب السعي بين الصفا والمروة لصحة العمرة ولصحة الحج. والسعي بين الصفا والمروة ركنان عظيمان لا ينجبران لا بدم ولا بغيرهما، وإنما يجب الإتيان بهما كي يصح الحج وتصح العمرة. ويشترط للسعي بين الصفا والمروة شروط، أهم هذه الشروط أن يبدأ بالصفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالله عز وجل بدأ بالصفا بقوله: إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن الشرط الأول أن يبدأ بالصفا، الشرط الثاني أن تكون السعيات سبعا، فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، والذهاب من الصفا إلى المروة شوط ثالث، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط رابع، والذهاب من الصفا إلى المروة شوط خامس، والإياب من المروة إلى الصفا شوط سادس، وآخرها الرجوع من الصفا إلى المروة فيختم بالمروة. فهذا الشرط الثاني أن تكون سبعا يقينا، فلو شك أنه سعى ثلاثا أو أربعا فعليه أن يأتي بالأقل ويعتبر نفسه قد جاء بالعدد الأقل. ويشترط أيضا أن تبدأ فعلا بالصفا، تبدأ فعلا جبل الصفا لا قبله، أي أن تأتي من أوله إلى آخره. هذه أبرز شروط السعي. ويشترط للسعي طبعا طهارة، وللسعي سنن. إذن السعي أربع شروط لا يصح إلا بها: أن يسعى سبع مرات يقينا، ويحسب الذهاب من الصفا إلى المروة والعودة من المروة إلى الصفا مرة أخرى، فيعتبر كل واحد ذهابا مرة وإيابا مرة أخرى، لحديث الذي رواه ابن عمر وهو متفق عليه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام وبين الصفا والمروة سبعا. والشرط الثاني كون السعي بعد طواف صحيح، سواء كان طواف ركن لحاج أو المعتمر، أو بعد طواف قدوم لحاج ما لم يقف بعرفة، ولا يتأتى بعد طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فلا يصح السعي إلا إن كان بعد طواف صحيح. والشرط الثالث من شروط السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، أي يستوعب هذه المسافة من أول الصفا إلى نهاية المروة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والشرط الرابع عدم الصارف، أي ألا ينوي سعيه شيئا غير العبادة، ولا يشترط تجديد النية لهذا السعي، ولا يشترط تجديد النية لهذا السعي. أما سنن السعي فهي كثيرة. السنة الأولى أن يخرج للسعي من باب الصفا عقب خروجه وانتهاءه من الطواف. السنة الثانية ستر العورة والطهارة عن الحدث والنجس، فلا يشترط للسعي الطهارة من الحدثين، فيصح للحائض وكذا للجنب ولغير المتوضأ أن يسعى بين الصفا والمروة، خاصة أن الصفا والمروة منفصلان عن المسجد وليسا جزءا منه. السنة الثالثة المشي فيه، لا أن يركض أو يهرول، وإنما يمشي فيه إن أطاقه إلى أن يصل إلى الميلين الأخضرين، سنأتي إليهما، فيسأل له أن يركض بين الميلين الأخضرين حينها. السنة الرابعة
أن يتابع ويوالي بين السعيات، ولا يفصل بين أجزاء السعية الواحدة أو بين السعيات، ولو فصل فيكون حجه وسعيه وعمرته صحيحين ولا تبطلا، لكنه خلاف السنة. السنة الخامسة أن يستقبل القبلة بعد الصعود إلى الصفا أو المروة، ويأتي بالذكر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام للحديث الذي رواه جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا ورقي عليه حتى رأى البيت، ثم استقبل القبلة، ونحن الآن نستقبل القبلة. توحد الله، أي لا، قال لا إله إلا الله وكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية لأبي داود والنسائي له الملك وله الحمد يحيي ويميت، أي نقول لا إله إلا الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت. وقد صحها ابن حبان. السنة السادسة، يستحب لكل ساع أن يكثر من ذكر الله تعالى، أن يكثر من ذكر الله تعالى فهي عبادة. ويسن أيضا لمن أراد السعي أن يتحرى خلو المسعى حيث يتمكن من السعي إلى مشقة زائدة، كما يسن عند سادتنا الشافعية أن يطبع في جميع أجزاء السعي. ويسن أيضا أن يكون السعي بعد طواف قدوم اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهروبا من شدة الزحام بعد طواف الإفاضة، والله تعالى أعلم. هذه أبرز وأهم سنن السعي. وبعد أن طبقنا هذه السنن هنا عند الصفا، نبدأ حقيقة بتطبيق عملي لهذا الركن العظيم. نبدأ بالسعي إن شاء الله. بدأنا من الصفا ونحن متجهون إلى المروة إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معكم دكتور أيمن البدارين في شرح شيء عملي من مناسك الحج والعمرة. نرى الآن حقيقة هذه الأضواء ذات اللون الأخضر وتسمى بمنين الأخضرين، فيسن للرجال فقط دون النساء أن يهرولوا بين الميلين الأخضرين، والله تعالى أعلم. واستحب العلماء أن يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم. ثم يكمل مشيا إلى أن يصل إلى تلة المروة التي هي طرف جبل قعيقعان. نازلنا نسير إن شاء الله. المسافة بين الصفا والمروة قرابة 400 متر، أقل ببضعة أمتار فقط، حوالي 400 متر بين الصفا والمروة. نحن نتحدث عن أقل من 4 كيلو، نتحدث عن مسافة يسيرة إن شاء الله بين الصفا والمروة. أقل من 3 كيلو متر تقريبا المسافة بين الصفا والمروة في الأشواط السبع. نازلنا نسير تجاه المروة، وهذه الجموع التي تسعى ملبية مهللة ذاكرة موحدة لها جل وعلا. طبعا نحن في الطابق الأرضي، يوجد عدة طوابق للمسعى، والأفضل لمن أراد السعي أن يبتعد عن الزحمة قدر استطاعته حتى يذكر الله عز وجل دون
أن يتأذى أو يؤذي غيره. الآن نحن الآن بقرب المروة، عندما نصعد إلى المروة نفعل ما فعلنا على الصفا، فنذكر الله، ويفضل أن نبدأ بالتسمية لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أقطع، فهو أبتر، فهو ناقص. لذلك نقول بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت. واستحب العلماء أيضا أن نذكر على الصفا وعلى المروة الآية القرآنية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نكون بهذا قد وصلنا إلى المروة، وبهذا نكون قد قطعنا الشوط الأول بحمد الله، ولابد أن نرجع إلى الصفا لنقطع الشوط الثاني وذواليك ذهابا وإيابا، حتى ننهي 7 أشواط من الصفا إلى المروة، ثم من الصفا من المروة إلى الصفا، ثم من الصفا إلى المروة، ثم المروة إلى الصفا، وهكذا حتى ننتهي بالمروة. الله تعالى أعلم. هذه هنا تلة المروة، وهي جبل طرف جبل يسمى قعي قعان. وهذه هم الناس الآن يقفون الدعاء: بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإنه شاكر عليم. هذه تلة المروة، وهذه الحجارة من تلة المروة كما نراها الآن. هذه الحجارة المروة، والناس هنا يقفون ويذكرون الله عز وجل كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نرجع بإذن الله عز وجل بعد أن كبرنا، نرجع إلى الصفا، نرجع إلى الصفا ونفعل ما فعلنا بالضبط. وعند وصولنا إلى ملين الأخطرين في الطريق أيضا نهرول، فالتهينا من الشوط الأول وسنذهب إلى الشوط الثاني ثم نرجع ودواليك. ونحذر بعض الناس يظن أن الذهاب والإياب يعتبر شوط واحد، والحقيقة أن الذهاب شوط والإياب هو شوط آخر. ونحن الآن متجهون إلى الصفا بإذن الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا أمرنا، واكتب لكل من يسمعنا حجة مبرورة. وبارك الله فيكم على حسن استماعكم. معكم الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، نشكركم على حسن استماعكم. تجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. كأنت العز الأكرم. ونتجه إلى بداية الصفا إن شاء الله، وعند وصولنا نكون انتهينا عند وصولنا إلى بداية الصفا نكون قد انتهينا من الشوط الثاني. ونحن الآن نصعد على جبل الصفا، وبهذا نكون قد انتهينا من الشوط الثاني. نتوجه أيضا إلى القبلة ونقول بسم الله،
الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت. إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم نرجع إلى المروة ودواليك حتى ننهي الأشواط السبعة، نبدأ بالصفا ثم المروة، فالصفا في المروة والصفا فالمروة، ننهي سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. في توسعة الملك فهد، منظر جميل.